مساء الخير، مرحبا بكم في عدد جديد من برامجكم على التماس. في عدد اليوم الحديث على المنتخب الوطني، على قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في هذا التربص لشهر نوفمبر، وين المنتخب الوطني راح يلعب مباراتين الأخيرة في تصفيات الكان أمام منتخب غينيا الاستوائية، أمام منتخب كذلك لايبيريا في المباراة الأخيرة في ملعب راح تلعب في ملعب حسين عيد حمد بتيزي وزو. سنتكلم على بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد 6 جولات بالنسبة لبعض الفرق، ونتكلم بالخصوص على وضعية نائب البطل لا سوربريز لو فلوب تاع هذه البطولة شباب الوزداد المتواجد في المركز الأخير في سلم الترتيب بعد ما كان يعني نائب بطل نسخة الماضية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وقبلها فاز بأربع ألقاب للبطولة تواليا. مواضيع أخرى ستكون للنقاش رفقة الضيوف الأكارم اللي شرفونا في عدد اليوم. البداية بطارق الغول، مرحبا بك طارق، كيف حوالك؟ مساء الخير محمد، مساء الخير خاوتنا اللي نشوفوا فينا ديكي بيان سور. أخويا صافا الحمد لله صافا. شكرا لك طارق على حضورك، نرحب كذلك ونشكره على حضوره كذلك بالرغم من انه يعني لومبلوا دو طون تاعو شارجي بزاف. خالد كيماش مرحبا بك، اللاعب الحارس السابق لشباب بوزداد والمدرب السابق كذلك لشباب بوزداد. مساء الخير محمد، عاودنا تلاقينا سوري بلاطو، والله دايرين فوا تلاقينا كنا في نفس الفريق اللي هو فريق شباب بوزداد. اليوم كيما نقول لك الفريق راهو يعاني ويعاني كثيرا. راح نتكلموا على وضعيه شباب الوزداد في هذا العدد من برامج على التماس، لكن نبداو بالمنتخب الوطني. سعد خليل طارق هو اللي تفصلنا على اعلان القائمه، قائمه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لهذا التربص شهر نوفمبر بتحسبا لمباراتي غينيا الاستوائيه وليبيريا، المباراه الاخيره يعني في تصفيات الكان. المنتخب الوطني يعني ضمن التاهل تاعو للكان، يعني بالنظر لهذه المعطيات واش هي القائمه اللي تنتظر فيها خالد؟ والله شو نقول لك، انا نظن انه بعض الصحفيين تم ذكر بعض الاسماء الجديده بالنسبه للناخب الوطني ولا القائمه، ولكن انا عندي تساؤل انه الان انا حتى في جريده الاسبوع الجاي تكلمنا على القائمه الموسعه للناخب الوطني والاسماء الجديده. قائمة موسعة أنا معك تقدر تكون، ولكن في بعض الأحيان راك في فريق وطني، يعني لازم تعتمد على تشكيلة وتشوف أنت وينك حاب توصل بها. شفنا أنه الناخب الوطني في كاع التربصات فيه تجديد، يعني فيه دائما تغيير، على الأقل لاعب اثنين ولكن في بعض الأحيان لازم تتوقف هذه. أنا رأيي نشوف أنها لازم تتوقف، لازم تكون عندك قائمة تعتمد عليها. القائمة تقعد موسعة، ولكن ال 23 لاعب تقعد نفسها وتكمل بهذيك الوقت. خاصة رانا نفوزوا، رانا نشوفوا البصمة تاع المدرب بيتكوفيتش في التغييرات، رانا نشوفوها في الشوط الثاني دائما تكون، حتى ونكونوا خاسرين نعاودوا نرجعوا في النتيجة شيء إيجابي. ولكن علاش الآن بما أنه عندنا مباراتين آخرتين هذوما، المباراة الأخيرة راح نلعبوها داخل الديار راح تكون أسماء جديدة، كأنه الناخب الوطني أو حد الآن أو لاعب الآن 10 مباريات، 8 مباريات يعني رسمية ومباراتين وديتين، كأنه مازال ما طاحش في تشكيلة اللي هو حبها هو وحدة. ثانيا يمكن الأسماء الجديدة راح تنحي الأسماء القديمة اللي كانت كأنه تحضير في نفس الوقت للكان ومقبل الكان في شهر مارس، باش الناس تعرف أنه راح نلعبوا تصفيات كأس العالم. يعني كيفاش الناخب الوطني يقعد دائما في تجديد ولا في أسماء جديدة؟ أنا هذه نشوف أنه نوعا ما خياراته، لكن طارق كاين اللي يقول كذلك انه سي المومون باش نبريباريو لا ترانزيسيون في المنتخب الوطني، نبريباريو اون سارتان رولاف في المنتخب الوطني وندفع بالعناصر الشابه بالعناصر الجديده، يعني على غرار مازا على غرار يعني اللاعب. لا ماشي نتكلم على الاسماء اللي جات جديده، انا نتكلم على الاسماء اللي تم ذكرها بعض الصحفيين ولا بعض الجرايد بالنسبه راح تكون فيها اسماء جديده اخرى. لحد الان رانا في رابع تربص، اسماء جديده كانت متداوله خلاص قبلنا بها، ولكن في مباراتين
راح نزيدوا نصيبوا اسماء اخرى وراح نزيدوا نشوفوا هاد اللاعبين. ويا هل ترى الاسماء الجديده تبدا يعني في غينيا الاستوائيه؟ انا نظن ما تكونش عندك يعني نظره موسعه بالنسبه لهاد الجدد. ما نتكلمش انا اللي كانوا من نتكلم عن اللاعبين اللي راح يكونوا جدد على ما اظن اثنين ولا ثلاثه. صحيح ماشي كثير يعني ماشي تغيير كبير ولكن كانه نتقدم ندخل في عقل الناخب الوطني يقول انه بما انه كل مره يغير ولا كل مره يجيب جديد ما زال ما طاحش في تشكيله خاصه من ناحيه صناعه اللعب لانه في الدفاع ولا في حارس المرمى ولا في المدافعين ولا كاين نوعا ما اريحيه ولكن من ناحيه صناعه اللعب وخاصه التهديف شوف انه مشكل ما زال مطروح بالنسبه ليها. انا ليا القائمه اللي تقعد نفسها شوفها عادي بما انه رانا نغير كل مره ولا راهو يغير كل مره كانه مازال ما طاحش في التوليفه اللي يحبها. خالد اظن بارابول اش قلت راك تتكلم على لامبورطونس تاع الاستابيليتي جوستومون بصح لازم نشوف. انا نهضر بارابول الاحصائيات اليوم المدرب بيتكوفي جرب 34 لاعب 34 لاعب يعني بارابول اش تقول انت 23 مش حاجه كبيره بان غران ديفيرونس. 34 لاعب دار كان 10 لاعبين فدير جابهم استدعاهم بيتكوفيتش لاول مره للفريق الوطني. دونك يعني اليوم طارق حنا هذا المدرب هذا عنده ان شونتي ان شونتي بالنسبه ليا عنده دو غران شونتي. لو شونتي نيميرو 1 سي لاكس تاع لا ديفونس تاعنا. دونك نتايا لو كان ما تسييش لو كان ما تسييش تصيب حلول ما تقدرش. دونك نتا لو بروبليم واش راك تقول سي تري جوست باسكو اون جينيرال كسا سوا دون لي غروند ناسيون تاع الفوتبول كاع ايتيك كاين ان جروب كيما يقول دو 23 ولا 24 ولا 25 جوار يعتمد على الجروب هذايا اكزاكتومون باسكو نتايا ان سيرتان مومون الجروب هذا عندك ديزافينيتي معاهم يعرفوا عقليتك باسكو وكونفليكت ناسيون ما عندكش الوقت. دونك تو دو با شاك فوا تبدل. دونك اون فوا كو تو مي اون استراتيجي لازم هذاك الجروب يمشي معاك كيشوف راك راح الحرب ماشي كل دورات تبدل. بصح ان سيرتان مومون le groupe حنا تاعنا il est pas encore parfait que ça soit surtout au niveau de Lyon. Lyon pose une question terre l'avancement تاع l'équipe nationale je compte pour les Bounjah 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 il راهو يديباني en quelque sorte dans le sens Bounjah il est plus proche de la fin que du début راك d'accord معايا. Donc Lyon il faut trouver déjà un remplaçant le Bounjah au niveau de l'axe. Lyon Mondi اليوم موندي بون سي اون سوليسيون سي ريسيون سوليسيون في لاكس مي بصح موندي تو با تقدرش تروح معاها بزاف بعيد باسكو اليوم موندي ان جور لي بون وان اوتر جور لي با بون. دونك كاين دي شانتي اليوم. دونك اليوم في هاد الطريقه اللي خلينا اليوم شفنا بوداوي دوك الناس كاع هذيك تقول لك بوداوي سي اون بيس اليوم ابر لي ديرني ستاج بوداوي ولا اون بيس ميتراج في الفريق الوطني خلاص بوداوي اللي ما راحش يكون حاضر في جو باسكو اي لي بليسي. دونك لو كان ما يكونش هاد لي زيسي وهاد الطريقه طون 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 تو با تفهمني تاريخ سي بيان بو لافونتاج تاع اون اونيك ناسيونال سي كوا سي تو بو شونجي كون تو سي با كوم ان كلوب عندك 23 ولا 24 لاعب موسم تاع موسم ولا مي راني داخل معاك سي بريزي انا مانيش نتكلم تفضل النقاش مفتوحه مانيش نتكلم بالنسبه اللي فاتوا نتكلم لهم جايين. دونك حاجه واحده اخرى وقتاش يعني وقتاش تكون عندنا تشكيله اللي دائما نشوفوها ونتعاملوا بها لانه انت لازم تكون عندك استراتيجيه كما تقول. انا موافقك لانه يعني كاين كاس افريقيا في 2000 و كاين كاس افريقيا وكاين كاس العالم يعني من مباراه ليبيريا حتى الكاس تصفيه كاس العالم راح نقعدوا اربع شهور. يعني ما عندك حتى ضمان انه هادو اللي راح تخيرهم اليوم راح يكونوا على اربع شهور نفس الفورمال راح هما اللي راح يكونوا. يقدر يكونوا تغييرات واحده اخرى اليوم بار اكزومبل الناس قاعده تهضر على الجوار فرونكو المو الجيرو المو فايزر راح يجي الفريق الوطني راح يكون ان شاء الله في الفريق الوطني مدافع سا سي ان بلوس. دوك اليوم حنا شفنا المقابله الاخيره خويا طارق شفنا لا تيتوراسيون تاع مندي في هذاك لو بوست اريا دوات سيتي تيتوراسيون بار ديفو. وعلاش بار ديفو؟ باسكو فارسي تي بليسي عطال سي ان تري بون جوار كيكون دون سا فورمي عطار مالوريزمون سي ان جوار لي تبليسا كامل اسي سوفون. دونك يزمنا اون دوبلور. دونك انت تو لا شونس دافوار ان جوار كيما هذا ما تقدرش تقول حتى وين كان يعني رضواني تاع الاتحاد العاصمه كان في المستوى يعني الدخول تاعو كان في المستوى خالص مي بصح بلوس تو دي دي دي, دي, دي سوليسيون بصح واش راه يقول طارق انا اظن في الناخب الوطني راح يلحق لها. ما ننساوش المدرب الوطني لا با انترنتين دو ماتش. انا بالنسبه لي راهو توجور en train de constituer son groupe. Ça, à un certain moment, je pense que la phase finale de la Coupe d'Afrique,
راح يكون عندنا انواي ودو جوار اللي راح نتعدمدوا عليه في كاس سوفت في التصفيه تاع كاس العالم وفي لي بروشين زي شانس ان شاء الله. المدرب المناخ الوطني على باله بهذه الامور وحتى اللاعبين يعني لما نسمع هذا التصريح تاع القائد محرز يعني لما يتكلم هو يتكلم على الفورما تاعو ثاني وهو يعني يعترف انه ما راهوش في فورما عاليه. نستمع الى تصريح قائد المنتخب الوطني رياض محرز. نعم لم أبدأ الموسم كما يجب لعدة أسباب. أعلم أنني لست ذلك اللاعب الذي قدم من مانشستر سيتي، لكنني وبالإحصائيات كانت لدي عديد المساهمات الموسم الفارط. لا يمكنني مراوغة 6 لاعبين في كل مرة. أنا جزء من الفريق والمنظومة. عندما تكون المنظومة جيدة يمكنني إظهار إمكانياتي كما يجب، أعبر عن قدراتي كما يجب، وأساعد الفريق لتحقيق الانتصارات. ولا طارق دوك محرز يقول لك ما منع على بالي بلي ما رانيش اللاعب تاع مانشستر سيتي. محمد بلا ما يقولها وانا قلتها عده مرات. يعني محرز صبح الان محرز اللي ما نعرفوش هذا هو محرز بالامكانيات اللي تعودنا به. يعني محرز اللي يقدر يقصي اي مدافع صبح انه ما يقصيش، محرز اللي من الناحيه الدفاعيه ما يرجعش، محرز اللي ننتظروا كرة ثابتة يحاول. أنا نتكلم لك على المنتخب الوطني. ما عندوش هذاك الوزن في صناعة اللعب. محرز لي الآن ولو أنه شيء إيجابي ولكن لما تشوف محرز يتقبل دكة الاحتياط وعالي أنا تحس أنه خلاص محرز يعني بالنسبة للسؤال إيفيدونس كما يقول. ولكن يعني في نفس الوقت نقوله يعني خسارة صراحة. يعني لما نعودوا نرجعوا شوية امكانيات هذا اللاعب في سيتي ولا في ليستر ولا في المنتخب الوطني ولا يعني تقول خساره. يعني قادر لانه يعني فيه لاعبين يلعبوا في نفس الدوري السعودي ويقدموا مستوى. انا نشوف كونتي ما نقص مستوى، شوف كيسي صراحه يعني كانه كيسي جبته من ميلان ولا كيما كان يعني في اسبانيا نفس الشيء. وكانه يحضر الاعتزال تاعو ما يقول لك باللي ما بقيتش صراحه. انت تقول هو يعتزل هو اللي يحضر. انا بالنسبه لي عندي شحال اللي شفتها والله يعني باش نكون واقعي لانه مردوده في الفريق هو اللي تكلمنا الان. مردود اللاعب خاصه بالنسبه للمنتخب، ما نتكلمش على الفريق ولا نادي. منتخب لازم تكون مليح في هذاك الوقت. هذاك الوقت راك مليح تكون، ماكش مليح ما نقدرش نجيبك. صحيح. بالمستوى اللي يقدم فيه في البطوله السعوديه ما عدا على ما اظن المباراه الاخيره. طارق وهذاك الكلام تاع الى بورتو في الجروب ويونكادري لي ليجون بالنسبه ليك ما عندوش قيمه كبيره. محمد بالنسبه لي شوف انت واش راك تقول. محمد انا جوبونس كو المام لا صورتي ولا اعتزال محرز ما راح يكون هكذاك باك دون سونس. هو باسكو دوك انت محرز المدرب دوك انت تاريخ تكون مدرب انت راك عندك ديبلوم دونترينر ما تقدرش تتعامل مع محرز كيما ما تعلم ان جور كيما محرز سو ليجون تاع فريق وطني. صحيح. دوك مام الخروج تاعو لازم يخرج بار لا غون بورت. دونك لو فيت راه يهضر على المستوى تاعو جو بونس كي اون تران دو بريباري لا سورتي تاعو يوجدها اون كوما كولابوراسيون مع المدرب. دونك المدرب شفنا لا ديرنيير فوا. دونك ابري واش كان يقول لك طارق ابري سا ديبون. دونك طارق بارابور واش قال لك هو سا ديبون هو اسكو هذاك لورو راح يكسبتي ولا ما كسبتيش. باسكو تكون عنده هذيك تاع جوستومون تاع جيري اللاعبين الجدد تاع اتر دون لو جروب. مش بونس با كو محرز صافا لانتيريسي يكون في هذا الرول. هذا هو سي ان كومبيتيتور على كل حال. كومبيتيتور ماذا به يلعبوا نابورت كيل جوار جين سي ان كومبيتيتور. مي جوبونس كو لو جور راهو يحس اليوم باللي ما راهوش يجيب الفريق الوطني. هو باسكو هو قبل ما نكريتيكيو هنا هو يدير لوتوكريتيك تاعو دونك يعاود يشوف لي ماتش على بالو باللي ما يقدرش يجيب حاجه اليوم ماهوش قادر يجيب حاجه للفريق الوطني. دونك هو اوتوماتيكمون جوبونس كو هو بصح كاين حاجه انا نشوف انه بما انه هو يصرح حتى في الفريق تاعو راح تاديها. تصرح انت تصرح بالنسبه للمنتخب انك يعني ما تكلش عليا ولا ما راحش يكون عندي نفس الامكانيات ولا ما راحش نمد لك كانوا يحضر فيها. طارق الأمانة ما قالش هكذا. لا احنا عندنا شعر كيفاش نقراوها اللي هو ما قالش سي كرام كان قالها. مي يعني نقول لك احنا كيفاش نقراوها راح تاثر
اثر عليه في الفريق تاعو. هي محرز لانه انا نشوفها مخاطره لما تتكلم بهذه الطريقه كانك انت لك تقصي في نفسك. تقول انا ماشي انا اللي فلان، انا نعرف يعني من الناحيه الذهنيه حتى ما راكش انت في هذيك ماكش في هذاك المستوى. تقول لا انا دوك نعاود نولي وانا مازال الوقت عليا وانا مازالني صغير وانا نقدر نمد وانا يعني تبين لي يعني لي زومبيسيون تاعك باش انا نقعد نستنى انا هكذايا كانه انا ترجو لي اشاك فوا لازم نتكلم عليه. يوسف بالليلي ولا كذلك فارس شعيبي اللي البعض ينتظروا العوده تاعهم للمنتخب الوطني. خالد شوف جوستومون سارت مومون خويا محمد يفو باسي اوت شوز باش نباسي اوت شوز نجوزوا الحاجه تاعنا. جوستومون حنا ما قدرناش البروبليم اللي صراو في هاد لي ديرني طون كسوا مع الناخب الوطني السابق هذيك لا ترانزيسيون ولا هذيك بور باسي 2019 جوستومون ابري سي توتافي نورمال. سي توتافي نورمال انت كي تفوز مع فريق بالنسبه ليك هذوك هما لي ميور ما تقدرش تبدلهم. دونك اليوم يفو باسي اوت شوز. دونك كيما حلا بالليلي انا بور مو خلاص صاي يفو باسي اوت شوز. شايبي راني داكور معاك، شايبي سي ان جون كي 21 22 زون نشوفوا لي بيرفورمانس تاعو في الـ في الـ في الـ في ليكيب تاعو. بصح بالليلي اليوم كيما كان يقول تاريخ مقبله ان انترينور لا بوزوان دان جروب، ان جروب اللي يمشي معاه على حساب لي زومبيسيون تاعو، على حساب عقليته، على حساب واش راه حاب هو، على حساب المرحله، على حساب المرحله. دونك اليوم وما في هذاك لو بوست اللي كاين فيه بالليل كاين كومام، كاين عمورا، كاين كويري، كاين بابا دو جوار بالرحمه اوسي بالرحمه كي صدير عاود حيا مع الناخب الوطني الجديد. دونك هو اي انسان تماما الوطني لا افير دي شوا. دونك حنا جوستومون اون طونك متتبعين ولا اون طونك سوبورتور فو لاسي لونترينور هذا فير سي شوا باسكو دي بي بو برون دي شوا. دونك حنا ما لازمش تريحوا غير ندوروا غير تما شايف كيفاش بالليلي لو كان عنده. انا بالنسبه لي بالليلي افيك لا مونطاليتي تاع اسلام سليماني كو كوني تري بيان كو تي كوني تاني كاع حنا نعرفو بالليلي يقدر يلعب وين يحب. صافي كون شتو دي وين يحب فريمون وين يحب. صافي لو ريال مدريد سي با حلم بالنسبه للاعب بالليلي افيك مونطاليتي تاع سليماني بارابور لي كاليتي اللي عنده. مالوريزمون اليوم لا كاليتي ما تكفيش وحدها، لازمك لا كاليتي ولو سيري. طارق يكون يطري طارق انا نعرفو سي ان جوار طري سي لا بروف ما اليوم شوف الله يبارك الا فابري يلعب واش حنا ما كان والو واش يدير حنا واش صافي فليز نو فاصون طاري وي وي سي فري. طارق حنا في الفوتبول خويا باش نلحق فريمون لو نيفو هذاك بالليلي ما يدربش يقدر يلعب في البطوله. كان يدرب كيما يحب يلعب في البطوله الجزائريه واحسن لاعب واحسن ممرر واحسن هداف. بصح في لو نيفو حاجه واحده اخرى، حاجه واحده اخرى. شفنا حنايا كي راح لاكوب دافريك دار اون بريباراسيون فريمون سبيسيال. خلينا نطرح السؤال بالنظر يعني للمستوى تاعو حاليا في البطوله. لا شوف يفو باس اوت شوز. دوك حنا اليوم عندنا لا شونس ديتر ديجا كاليفي، عندنا دو ماتش وين لازم نبريباري لافنير. لافنير ما تقدرش تبريباريها بالليل ما تقدرش. مش طرح نفس الراي لانه في بعض الاحيان ما تلومش الناخب كيما يستدعيش، لوم اللاعب اللي ما سقمش روحه باش الناخب يعيط له. شايبي ما عايش حاجه تاع لانه علاه حنا الناخب لما يجي ياخذ قرار وحده تقرير بعد قرار ومن بعد حنا نشوفوا لا ليست حنا نشوفوا الريزولتا. ولكن شايبي انا نظن انه ما تعلقش غير بالجانب الفني وفقط، يعني حتى من جانب شيء اكيد ولا ديسيبلينير من ناحيه الكومبورتمون تاع هذا اللاعب. نظن انه كان عنده مشكل ديجا من قبل في كاس افريقيا الاخيره بعد التغيير وشفنا يعني ما تقبلش مع الناخب، وحتى بعد الاصداء انه كان عنده تصرف في الفندق مش في كاس افريقيا ربما كاس افريقيا بعدها. لا مع 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 فلاديمير لا ما نتكلم على فلاديمير، نتكلم لك هذا اللاعب كيفاش لانه فلاديمير ما كانش بيتكوفيتش ما كانش ومن بعد لما كان عنده تقارير تاع المجموعه كيفاش كانت حتى في الدوره الوديه الاخيره اللي لعبها هذه هي. ومن بعد تم استدعاء اللاعب ولعب ما شفنا المباراه، يعني انا واحد حط في المستوى تاعو كانه هذا اللاعب ما ني با شغل ديزانتريسي رغم السن تاعو صغير يعني قادر يمد خير ما مدش. طاح مع واحد اللي خويا ما مديتليش ما نسحقكش انت عندك فلاديمير بيتكوفيتش اللي كوم سا. انا جوبونس انا شفت الحاجه الاولى ما استدعاش محرز، من بعد الناس كبرتها
حبط من يعني من العقل ديالو تفاهم مع اللاعب، ولكن شفنا عام حدث في البون يعني ابراهيمي استدعاه طالو براسار وبعد ما كانش ما كانش لانه ما تقبلش وصرا اللي صرا. يقول تاريخ ما على بالناش بهم احنا ما على بالناش، ولكن لما نشوفوا نعرف وحدي نعرف انه هذا اللعب لم يتم استدعاؤه ماشي بالجانب الفني، من جانب انك عندك مجموعه، لانه هذا نتكلمنا عليه انه راه يحضر، بما انه راه يحضر يا خويا التحضير اللي نحضر فيه انت ما تقدرش تكون درك ما نصح ما نجيبش مثله مثل بالليلي. نشوف انه بالليلي بالاخطاء اللي ارتكبها، رغم انه كثير انا نتكلموا المستوى والموسم الماضي وبالليلي، ولكن انا طارق ونتكلم على روحي، انا نعطي راي. انا شفت والله انا لا سيزون يعني الموسم اللي فات شفت بالليلي اكثر من الاشياء اللي ما عجبتنيش اكثر من اللي عجبتني. اي سلبيه عشان والله التصرفات تاعو مع الحكام مع حكامه مره يعني المستوى، حاكم تحاول تضربه يعني براسيه مع الحاكم، هاد التصرفات حنا نشوفوا انه لازم يعني لازم يكون قرار، ما كانش القرار طاح مع ناخب وطني ما يتجاوز هذه الاشياء. يقدر يكون من هذا الشيء يقول لك انا ما نسحقش واحد كيما بالليلي. خلينا نختم معاك الملف تاع المنتخب الوطني. ما اظن انا حبيت نضيف جوستومون واش كان يقول حتى طارق قال كيك شوز تري امبورطون، لو جروب اي بريمي على الانديفيديوال. صافي دوك هو لوبجيكتيف تاعو سي دو كونستيتيو ان جروب اللي يمشي به حتى لكاس العالم ان شاء الله. دونك انت سارت ان مومون اللي يمشي اللهم بارك اللي يشوفوا باللي ما يقدرش يدخل معاه في الجروب الا فاز. جو بونس كو بالنسبه ليه بالليلي ما يقدرش يكون في الجروب ديالو. خاطر نبقاو هنايا مع المنتخب الوطني نتكلم على بطوله ربيعة المختلفه الاولى قبل الحديث طارق على وضعية الشباب بالوزداد في هذه البداية تاع الرابطة المحترفة الأولى. سبع جولات ست جولات بالنسبة لبعض اللاعبين اللي مازال ما لعبوش المباراة السابعة تاعهم. لما نشوف ترتيب سبع فرق بين 12 و 11 النقطة لا ريتور تاعك والله نشوف أنه سابق لأوان بالنسبه للمقدمه يعني سابق لاوانه باش نرشحوا اي فريق، لانه شفنا مستويات تاع الفرق اللي عطات قناعه مقارنه بالتحضير تاعها، وكاين فرق اللي رغم التحضير بين قوسين اللي كان جيد لينا كمتتبعين، ولكن شفنا مردود اخر على سبيل المثال شباب الوزداد وفاق سطيف نفس الشيء، رغم انه متواجد في وسط الترتيب، ولكن ما يمنعش انه الامكانيات اللي كاين في وفاق سطيف كنا ننتظروا احسن. مع مرور الجولات قراءتنا تبدلت صراحه. انا نعطيك بالنسبه لوفاق سطيف شفت انه يعني مستواه ما راهوش يعني ماهوش ما نقولش ما يبشرش بالخير، ولكن ما نستناوش اكثر في بعض الاحيان ما استناوش فريق يلعب على الادوار الاولى. انا نشوف انه ما يقدر لحد الان ما يقدرش يقاوم مقارنه بالنادي الرياضي القسنطيني، مقارنه بمولوديه الجزائر، عوده شباب الوزداد، لانه يعني شباب الوزداد ننتظر انه يعاود يرجع. رده فعل تقدر تكون يعني يفوز عنده طاقم فني لازم، ربما ما عندوش اداره اللي لازم، لكن ماشي ربما خلاص لانه الاداره تتغير لازم في بعض الاحيان، لانه علاه القرارات كانت تاخذت من اداره. نعطيك على سبيل المثال ماشي شباب الوزداد، اي نادي ولا اي فريق خدات قرارات والقرارات ما مشاتش في بعض الاحيان، حتى انت فيك المشكله تاخذ هذه القرارات اللي ماشي تمشي خلاص. نظن انه الان حق وقت انه شباب الوزداد طرق قبل ما نتكلم على شباب الوزداد، ربما لو تكلمني على الريتم يعني الريتم العام هذه سور 21 بوان بوسيبل 12 نقطة فقط بالنسبة هذه. انا نشوف انه علاه، ولكن الفرق اللي راهي لتحت نشوف انها ما تتقلقش، لانه بما انه انت راك ب 12 ب 14 نقطة كانه انت ثاني اللي راك محتل المرتبه الاولى ما راكش في مستوى كبير يعني. انا غير من نقطه طامع لانه لو نديرو هاد الحسابات رانا في الجوله السابعه وراك في 14 نقطه 12 نقطه ما وصلوش 14، هذا يبين انه حتى انت ما راكش في مستوى عالي يعني المستوى اللي نقدر انا نخاف نقول ما نقدرش نلحقك. لا انا راني باربع نقاط، شباب الوزداد اربع نقاط، فوزين يولي ب 10 10 12 ما كانش فرق كبير. خالد
ندخل مباشرة يعني في وضعية الشباب بزاف. انت تدخل شباب اللي تعرف مليح النادي، لعبت فيه وكنت كذلك مدرب في الشباب بزاف منذ مواسم قليلة. يعني كيفاش تشوف الوضعية تاعنا حاليا؟ هل البعض يقول انه الشباب راه يعيش نفس المرحلة تاع بعد 2001، يعني هذاك الفريق الكبير اللي دوميني لو شامبيونان وبعدها ربما ما وجدناش دي بلاصون باش نفس الوضعيه؟ لا، مش نفس الوضعيه. ابري 2001 الفريق ما لحقش على المستوى هذا. يعني اليوم فريق شباب الوداد لعب ست مقابلات، اربع نقاط، سجل هدفين وما لعبش يعني ضد فرق فريمون كبير. يعني ابار الاتحاد العاصمي اللي ما كان ما خسرش معاه، طلع مع فرق مع البيض بكل احتمالات، الفريق البيض اللي جا فاز على فريق شباب الوداد هنا، فريق مقرى 3-1. وشفت انا فريق مقرى، يعني شفت المقابله مع مقرى، يعني فريق شباب الوداد سلك من 3-4 اهداف. يعني ماشي قال الا دوميني، بس كان زعما ما تقدر دوميني ما تمشيلكش اكزاكتومون. دونك البروبليم انا بالنسبه لي فريمون بروفون، يعني مشكل عميق وعميق جدا في الفريق. باسكو دوك انت اظن الاستراتيجي، باسكو الفريق هذا اظن باللي بلا استراتيجي ما دارتش. باسكو كان سيرتان مومون تحب تلحق دي بوان ا لو بوان بي، لازم دير استراتيجي، لازم دير فيور دو روت. اظن لا فيور دو روت اليوم ما دارتش. باسكو انت باش تروح تجيب لاعبين، وانا كنت قلت لها في مناسبات كثيره، باش تروح تجيب انت لاعب تنتدب لاعب من افريقيا وتخلص عليه لو كونطرا تاعو وتجيبو انت لسباس دون سيمين. حنا لازم اون برانسيب عام كامل وحنا نسمعوا باللي فريق شباب بزاف يتبع هذا اللاعب، شوفوا اسكو مليح يدي بلاصي بعد دي زيميسير، يشوفوا الروندمون تاعو على الانتيريور على الاكستيريور. Il faut des avis techniques, des comptes rendus, ils te parlent, ils chauffent l'ium, mandarich. Nous avons le cas de l'équipe du Jénoub Africain. Le contrat est à je ne sais pas combien, 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 je ne sais pas تشري لو كونترا تاعو باش اون فان كونت ما يلعبش. اسكو المدرب اللي كان وراء انتداب هذا اللعب، باسكو كي تنتدبوا اللعب كان المدرب سور بلاس، وكان امورات بزاف اللي كانت يعني جو نسي با انا شغل تسريح لاعبين انتداب لاعبين امورات مدرب. جيب انت مدرب ابري اربع جولات تعاود تتواسع يعني والمره الثانيه بعد الموسم الفارط. شوف الاخ محمد، الموسم الفارط فريق شباب الوزداد كان سيدي الجمهور الالجيري يعني اللي عدوز وسط الشامبيون دالجيري وفيس، وكان اللي هو ينشط الدور النهائي تاع كاس الجمهوريه، كان المدرب الكوكي. كي خلصت السنه المدرب الكوكي اقيل والفريق انتدب 14 لاعب العام اللي فات. بون فريق شباب الوزداد اون بو دير كو الى صوفي سا سيزون، فاز بالكاس، كاس فاز بالكاس الجزائر ودوفان تاع لو شامبيون. كاس كي سي باسي اون فان سيزون لونترينور الى ايتي ريميرشي وانتدبوا 12 لاعب. واليوم انا شفنا وين لحقنا لو ريزولتا. كان سيرتان مومون دون الفوتبول يلزم لك انستابيليتي، يلزم لك استقرار. شنو ما عندكش استقرار؟ حنا انا كنت في لي زاني 2000 فريق شباب الوزداد، حنا الفريق هذاك تاع 2000 ما تكونش في 2000، تكون في 97 بالعقل بالعقل جاء ان جروب تكون ولينا ونا دومينيو شامبيون ناسيونال. فريق الاتحاد الجزائر كي كانوا يفوزوا بالالقاب كيف ان سيرتان مومون يلزم لك وقت تحب ولا تكره. حنا اليوم عندنا اون نيفو دي كلوب ودوك اليوم مالوريزمون كاين لي ريزو سوسيو هما اللي راهم يتحكموا في الفرق. دوك اليوم ولات اون كونكورونس ما بين الفرق، شكون يجيب شكون ما يجيبش. انا بالنسبه لي لو ميو ريكروتمون تاع فريق شباب الوزداد سي تغاردي لي كادر تاعك، تغاردي لي كادر تاعك. دوك انت شنو باسكو تغاردي لي كادر تاعك؟ تغاردي بوراس اكزومبل، بوراس ترجع نراوي فوالا يعني ميم جيرو تاع العام اللي فات. العام اللي فات تكلم على الاداره، تكلم على رئيس بطبيعه الحال. لانه علاه انا كنت حاب ولا راني حاب نلحق وقت نهضر على غرفه الاستقدامات خير، اون سيلي دو ريكروتمون خير. علاش ما اون سيلي دو ريكروتمون نقدر نمدراي؟ لانه لا سيلول ما فيهاش بنادم واحد. ما تغلطش انت راك 10 عينين ماشي 12 عينين. الى ريزون شفت احنا والله يا محمد والله كنا كيف والله غنقول لك حاجه سامحني جوستومون تيما طوندو اون بيرش عندك فريق بورتو عندهم 44 سكوتر لي ريكروتي 44 بيي ا بلان طون صح بورتو. اسكو بورتو يجيبوا دي جوار تاع 500 مليون يورو شحال يبيعهم 40 50 مليون يورو؟ باسكو كاين ان ترافاي دو فون كيفي. سامحني بابا انا بالنسبه ليا خاصه الفرق اللي عندها شركات
لعندها الامكانيات نديروا يعني اون سيلول دو ريكروتمون اللي هي اللي تريكروتي ماشي لونترينور ماشي نجاوبك طارق ما تكلمش فقط على شباب الوزداد سبيسيالمون على شباب الوزداد لما تحط لي كوميسيون دو ريكروتمون اللي هي با سوكيبي دو فولي ريكروتمون في الانديه تاعنا وشكون يغمس طارق وشكون ينيغوسي كيما يحب هو وشكون يدي تحت الطابله كيما يحب هو فوالا دونك لحقنا الحكايه واحده اخرى انا ما نستناوش ما بين قوسين تبهدل اللي كاين في الفرق لازم نتقبلوها انا واحد ما نتقبلوش انا نقول علاش وعلاش هذه الفرق هذه تعاني الى هذه الدرجه علاش راك تعاني من المفروض انت ما تعانيش انت انا دوك صراحه لما نشوف مردود تاع شباب الوزداد ولا لما شفت مردود تاع شباب الوزداد امام نجم مكره صراحه يعني شوك كنت حير وحسيت وليت نقول بالك لاعبينهم يديروا فيها بلاني والله وليت نقول بالك اللاعب لانه لما نشوف اللاعب ما يجريش في بعض الاحيان الجانب السيكولوجي نقدروا نتكلموا عليه ولكن لما نشوف اللاعب ما يقدرش يجري كانه انت اللي ماش حاب تجري ماشي بسيكولوجيكمون ماكش مليح ولا فيزيكمون ماكش مليح وما نقدرش نقولوا شباب بالوزداد عفوا ماهوش مليح من الجانب البدني لانه دار تحضير في المستوى زوج تربوسات واحد في ما نظنش تركيا واحد ما نظنش انه وحتى يعني المدرب عبد الرحمن فيزيكو اللي كانوا عندنا المدرب عمراني الى ديكلاري قال لك صمت ليكيب انايا معليش فيزيك تري موين بون بصح احنا من الجانب البدني نعطيك على سبيل المثال انا شفت شباب الوزداد امام اتحاد خنجلة خارج الديار الى دومينيك على المباراه انا بالنسبه لي ضيع الفوز تعادل دار تعادل ولكن ضيع الفوز بالنسبه لك كاين اسباب اللي كي ديباس كاين اسباب تحس انه وباش نتفاداوها لانه علاش انا نتكلم غير على المشاكل معليش نمدوا شويه حوله القلب ديروا دي سيلول دو ريكروتمون وتفاداو كلش وهذا ما تفادى لانه داخل لو كلوب كاين تكتلات كثيره وكثيره جدا كاين تكتلات الناس كاع خرجت ليستوار تاع سليماني باللي جاي فولي امبوزي بسيرتان فاسون دو فير ولا ان بروفيسيونيل كاين بزاف لاعبين ما تقبلوش هذا الامر وهذا سي با ان تريك نورمال فهمني تاريخ دونك انت كيجي لاعب بروفي انا بالنسبه ليا اسلام قدوه لكاع لي جون جوار تاع الجزائر دونك يجي يفولي امبوزي با امبوزي بدات من الدرايو باسكو تاريخ حنا على ليبوك كي كانوا يقولوا لنا نطيو العشيه واش كنا نقولوا لا نحبوا نطيو الصباح حنا على ليبوك باسكو شوف سيانتيفيكمون بروفي بلي لونترينمون يسو في الماتان ما نديرش مع العشيه تي با انت ما ترقدش كاع ليل وعاد ترقد شويه وتجي طن هذا سا سي با بوسيبل لونترينمون يدير الصباح هي اون برانسيب لونترينمون يدير هي شوف حنا لازم نحكوا كيما اش خويا الله يسترك والله غابك رانا نهضروا على حوايج والله من المفروض ما نهضروش عليهم فانديه مختلفه كيفاش نقول لك طونطري ولا ما طونطريش عندك قانون داخلي تجي بالسيف عليه او جواب تاعك واش نقول لك تجي كيفاش انا كيف ما ندير لا سي دو ريكروتمون ما ندير لا لي كونترا افيك اوبجيكتيف ما ندير لا ريغلومون انتيريور ما كيفاش انا نمشي وحنايا كيفاش انا نجي وانا والله الان انا دي في بعض الاحيان نقول يا هل ترى لحقنا لهذا المستوى اللي الفرق تاعنا يمشيو به ونحبوا ندو كاس افريقيا من المستحيل مستحيل ندو كاس افريقيا الانديه خلي معلومه فقط الخبر الرسمي تم اليوم يعني تنصيب سمير حوحو في منصب منسق مستوى شباب بين الاداره وبين الطاقم الفني كان الحديث كذلك على تنصيب او تنصيب كذلك عدي مالك يعني خلفا للرئيس مهدي الربحي لكن الامور لم تحسم ربما الاخبار هذه مغلوطه ولا ما عندهاش ربما نسبه كبيره من الصحه لانه مهدي الربحي اليوم هو اللي نصب سمير حوحو في المنصب الجديد تاعو صح يعني سمير على كل حال نحييه وزدت له مهمه يعني تنسيق يعني هذا التنسق واش معناتها تنسق فهمني انا لازم نفهم جوستومون نو والله غير جوستومون باسكو يقول لك كورديناتور واش معناتها كورديناتور صافي دير دوك جوا كي حاب يهضر مع الاداره يهضر مع سمير وسمير حي يهضر مع جو نسي با اسكو لو بروبليم سيتي لو مونك تاع كورديناتور جوستومون لو بروبليم ماشي في البوست ايه واش لو رول كيف اترا سيني لسمير او ميم طون اسكو لو بروبليم
لو مونك دو كورديناتور المنسق اللي كان خاص في الفريق شباب بوزداد. كان لو مال بوكو بلو بروفون لو مال اسف تماما. حنا فريق شباب بوزداد وانت تعرف محمد وعلى باب فريق شباب بوزداد نزل كنزل سنه 87 فريق شباب بوزداد كان عنده براتيكمون سي اون ايكيب ناسيونال نزل باسكو ان سيرتان مومون لازم يجوا بعد خسر نهائي كاس الجمهوريه. دونك اليوم لازم كما يقول لك لازم يجي ان موسيو ولا كلكا ان ريسبونسابل لازم شغل ان بير دو فامي لازم اليوم ان سيرتان مومون وين لازم تعاقب. حنا شرعنا ما سمعناش في هاد لي دو ديرنيغ زاني اسكو لاعب في فريق شباب بلوزداد عوقبه ولا جاز كونسي ديسيبلين ولا الى ايتي سانكشوني سبورتيف ولا سمعت انت ما عرفت تدري انا ما سمعتش. دونك سان با ايتي بارفي ان سيرتان مومون خويا يفو بروند دي ديسيزيون. خويا تغلط تخلص هذه هي. قال خويا تو غراسيوس مون بيي كيما كاين يقول لك خويا انا نجي نشوفك ما تجريش باسكو نحس بلي ما كاش العصام ورايا بصح كنت في العصام ورايا نجري بلا مزيتي ملي خالص خويا خالص ونجي خويا يقول لي طريني عسته تاع الصباح طريني عسته. انا يحكي لي ماشي يحكي لي انا جي خدمت مع فيكتور فانكا في فريق شباب بلوزداد على ايبوك اللاعبين نشوف حنا كونطينيو 9 ونص تارق عاد 9 يقولوا في الفيستيار 9 اللي يجي 9 ونص دقائق يقولوا روح تجري ما تهضرنيش مع الجروب. والله اللاعبين قبل 9 كاع يجوا دي فوا تسمهم قاعدين في الفيستيار يقول لي واش كان يقول لي يقول لي انا مون بير يسريفي ا 5 اور دو ماتان بور او شون. قال لي لي جوار سي دي بريفيليجي اليوم قال لي جو لو في با كادو اه شتروف كي لا ريزون خويا تي تي غراس ميوزمون بي وبصحتهم وربي يزيد لهم وان شاء الله كيما يقول كيدو كاع الدراهم اللي كاين بصح ان سيرتان مومون خويا تو هادي دروا تو هادي دوفوار اوسي فيزافي دو سو كلوب فيزافي دي سوبورتور فيزافي دي الناس يديروا فيك كونفيونس. خويا اليوم الناس كاين الناس اللي تبكي خو كاين الناس يتبكي كاين الناس ما ترقدش كاين الناس ما تاكلش يا دي جون كي سون مالاد بارابور لا سيتياسيون اللي راهي لحقات فيها فريق شباب بلوزداد. انا نتالم انا نحب فريق شباب بلوزداد وانا اسمي متعلق فريق شباب بلوزداد لا سيتياسيون تاع الفريق والله غير تالمني يعني صديق سون لوك دو بوان. وانا محمد انت على بالك بلي انا جو نو دوموند ريان او سي ار بي انا على بالك واش ندير اون باراليل جو نو دوموند مي بصح لا سيتياسيون ماذا بيا فريق يكون باسكو ان سيرتان مومون لحقنا وين فريق شباب بوزداد لي جون يبارلي دو شامبيونز ليغ يا دو زون. اليوم انت كيفاش تهضر لي على شامبيونز ليغ انت ما عندكش ما بون دونترينيك. انا تارق راني داكور معاه اليوم حنا خرجنا محمد وجيت معنا انت يا دوندي دي بلاسمون افريك شفت لي موان اللي عندهم الاهلي لي موان اللي عندهم التي بي مازامبي لي موان اللي عندهم الترجي كيفاش انت اليوم تقول انايا ما تكذبش على الناس مازالك باتيني مازالك تو نا با وين دونترين. اليوم فريق شباب بلوزداد نهضر على فريق شباب بلوزداد باسكو الفريق تاعنا لو سون دونترينمون تاعهم وين ما كانش مازال كيف بروجي ما تقدرش طونك لو بروجي نابا كان خويا نضال يكون عندك سون دونترينمون عندك سيلو دو ريكروتمون كيما كان يقول عندك اسمع دوك اليوم انت يا انا كنت فريق شباب بلوزداد كان عندنا لاعبين 21% دو ماس كراس 22% دو ماس كراس ما تقدرش تلعب ما تقدرش تلعب في مستوى عالي. قلت لك او نيفو دو شامبيون ناسيونال تاعنا سا باس بصح في او نيفو سا باس با سا باس با محمد لا تقدر صح تحبس انت ما تقدرش محمد كاين شغل لو فوتبول الزهر خطره زوج با طول طون فاهم كيفاش دونك يا بوكو تشوز ا ريفوار كاين ديجا اون استراتيجي كاين ان كونسيل دادمينستراسيون كاين لازم لك ماناجير لازم لك ديريكتور سبورتيف لازم لك لو بريزيدون برانسيب لو بريزيدون ما عنده حتى دخل لو بريزيدون. دونك انا نسقسيك دونك انت اسكو تو بونس كو هذا البريزيدون تاع الاهلي الخطيب ولا اسكو هو ينيغوسي مع جوار اسكو هو نيغوسي مع جوار اسكو على سبيل المثال يعني الحادثه تاع قندوسي سمعنا الخطيب هضر ولا هما سيزي تاع سيلو دو كوميونيكاسيون الحادثه تاع الكهرباء نفس الشيء الخطيب يكون في مستوى اخر صراحه هذا هو هذه هي لونفيرغور يعني هذا هو الحجم تاع هذا النادي ما نقولوا فريق نادي كونستيتيسيون كبيره فريق شباب بلوزداد محمد فريق شباب بلوزداد صافي عامين ما كان ديريكتور سبورتيف ما كان مانجر ما كان جو نسي با انا دوك اليوم قال لك لازم لنا كورديناتور منسق اسكو لورجون سيتي منسق واش راح يدير بسامير دونك سي واش راح يدير كيسكي بو ابورتي او بلوس اليوم مي جو بونس كو لو بروبليم اي بوكو بلو دوك ميم تجيب ان ديريكتور سبورتيف باغ اكزومبل ليكيب راهي هنا لونترينور اللي سور بلاس ليفيكتيف اللي سور بلاس كيسكي فا شونجي واش راح يجيب دو بلوس فهمني ان ديريكتور سبورتيف ولا مانجر تيبو خويا اون ديبي دو سيزون ولا اون فان سيزون لا بوندون كور لا سيزون قال خويا ميم هو كيدير ديكلاسيون قال لهم يا جماعه ما طوندي ريان دو مو باسكو انا ما جبت حتى حاجه ابارتي دو لاني بروشين بيان سور لازم يكون عنده كارت بلونش وهو يدير كل شيء ابارتي دو لا حاسبو طرح ربما تعيين سابر حوحو تكلمنا عليه وتكلمنا على الطريقه اللي خرج منها من شبيبه السكيكدا وشفنا البيان اللي رانا نشوفوا فيه الان
البيان تاع شبابسكي كذا اللي اتخذت الطريقه تاع الخروج تاع سمير حولي تكلم غاب لانه قال لهم بلي الوالده تاعي لا ما تطرق معليش محمد ماهوش منطقي سمير مع كل احتراماتنا له ماشي بهذه الطريقه اللي نغادر الفريق باش نروح لفريق واحد اخر لا شوف محمد يعني ما نبقاوش انا شوف انا والله ماني مع لا مع حوحول لا مع الاداره لا مع يعني ونشوف انا نشوف انه اللي يخلي واحد يدير هكذا اللي ما صابش راحته وين كان انا نشوفها هكذا شوف انه ما صابش راحته بطبيعه الحال يجيك فريق اخر امكانيات اخرى بحب ولا نكره يعني بصالح وسمير لي كومبيتونس تاعو لا ماشي استنى نتكلم على سمير الخبره تاعو لا كومبيتونس تاعو تسمح له يعني يعمل في انديه كبيره يقدر يكون ما هوش مشكل معك احتراماتنا شنو كذا لكن طرق لكن غدوه نقولوا باللي المدربين تاعنا الانديه تاعنا ما تحترمش المدربين داك لي كومبورتمون اسمح لي يقدر باين بون ايماج من المدرب الجزائري نعم نوعا ما سامر حوحو شويه يعني غلط لانه كان قادر كان قادر الفريق كي راح كونتاكت سامر حوحو بريسيبال بلا نبغي رونطري هذا انا واش حبيت الحق صافي انا كومبرانسي كل خطره تكون فيني محمد تفضل تفضل شوف تفضل اسمح الاداره هذه اللي انتدبت ولا اللي جابت سمير حوحو ما كانش على بالها باللي الانسان هذا عنده عقد وراه في مكان وحده ثانيا كان قادره يعني المسيرين تاع شباب الوزداد يروحوا المسيرين تاع شبابسكي كذا ويقولوا لهم اللي انا شايفين البروفيل تاع هذا الشخص هذا نسحقوه ماذا بينا يكون عندنا ما نظنش انه تاع شبابسكي كذا يقولوا لا انا نخليه ويقعد عندي ولازم لانه قرار الاخير في المستوى اللي راهو فيه شبابسكي كذا يقدر يروح كما يحب ما عنده حتى عقد ولا يقدر يروح لانه انا نشوف انا تقول لك الاداره راح توضع ما عندك ما دير ما عندهمش عقود عندهم دي ليسونس يقدر يروح كما يحب كيما انت كرئيس نهار ما تحقوش تتحول عقد معنوي واش من العقد الان ما صراحه ما خليني في سمير خليني في سمير ما وانا نشوف انه في هذه كان قادر يتفاداها يا خويا انا نعلمك انت كمسؤول ديالي نعلمك تقبل ما تقبلش انا خديت القرار تاعي ولكن لما ما هما يقدر يغلبك في حاجه يقول لك عيط له قال لي ما مريضه وقال لي عباك دخلنا حتى انت كمسير طلع شويه المستوى ما تقعدش تجبد ما تفضحش كلش ويما كانت مريضه وهكذا هذه الاشياء بينك وبينه كنت تتفادى تقول حبيت تروح خويا الله يسهل عليك يعني زيد خليك انت دائما مستواك مرفوع خالد تخدم معك يعني انا جو سوي ولا الاضافه اللي حبيت تزيدها نو قلت لك ولا غير سانسيرمون درك اظن شغل واش راه صاري فريق شباب ولا غير فريمون غير شيء مؤلم ومؤلم جدا باسكو لو بروبليم سي كي الناس راهي تغلط شاك فوا تغلط و حتى كيحبوا يسقموا زادوا حفروا حتى جاي يسقموا ويقولوا بابا ان شاء الله على كل حال ان شاء الله كيما يقول لك الفريق يعاود يولي السكه باسكو اي لا با شوا اي سوبلي هي دو ريفينير باسكو ما يقدروش يديروا بير واش راهم دايرين دركا باش ما يعاود السكه وهكذا باش تكون مام البطوله تاعنا ان شاء الله هذا العام على كل حال راني نشوفوا بلي كوميم كاين تنافس ما بين عده فرق وعندكم ناسبي جميل انا بنبغى التاريخ نتاعك محلل في التلفزيون الجزائري كوم مش بونس كو مع الوقت راح يترفع المستوى بارابور ديجا لا كاليتي دي ستاد ديالهم كيف انت مقابلات انت في تيزي وزو على كل حال الفوتبول تاعنا ولا غيرهم ريدي انا نزيد جوست اون بتيت بارونتيز بارابور باسكو اون تران دو سوبر بن شيخه اونيفو دو لا جيسكا اليوم فريق شباب جزائر راه 12 فريق شباب 12 نقطه فريق شباب اليوم في ليفيكتيف تاعهم براتيكمون عندهم 9 لاعبين جدد جابوا مدرب اللي نعرفوا ليه لا كاباسيتي تاعو ونعرفوا لا كاباسيتي تاعو شباب الخبير كيفاش كانت اليوم كي تشوف انت لا بريسيون اللي راه يسيبيها بن شيخ انا بور مو سي با نورمال اون برينسيپ سي با نورمال لا بريسيون سي فريمون سي با نورمال تشوف بلي كاين ناس ما مش حابه الخير لهذا الفريق باسكو اليوم فريق شباب الخبير سي لا ميور ايكيب كي ا ماركي لو بلوس دو بوت وافيك ان ايفيكتيف ماشي بليتوريك ولا افيك لاعبين ما مش حابين الكفاءة الجزائرية انا ما مش هما ما يهمهمش شبيبة القبائل ولا ما مش حابين الكفاءة الجزائرية ما مش حابين الجزائري كي ينجح
لانه من غير معقول واحد كيما بن شيخه سي جي طارق النادي رئيس النادي والمدير المدير التقني سوتين لا لا ماشي نتكلم على الاداره نقول لك انا بور اون فوا يعني شوف شفت تصرفين على باش نكون حقاني بالنسبه لتاع مديريه الجزائر مع تصرفه في الحال تاع بالليلي اللي استغنى على بالليلي اللي كنا الكل كان كي يروح بالليلي كيفاش تولي المولوديه خدا القرار واستغنى عليه المولوديه افضل وراك تشوف والقرار اللي خداته لاداره شبكه القبائل بالبدايه الغير متوقعه لان ما كناش نسنا انا واحد باش نكون صريح انا واحد قلت انه شبيبه القبائل راح ينافس منذ الجوله الاولى بالنسبه للتحضير يعني حتى المباراه الوديه اللي كان يلعبها معليش انا علاه كانت عندي شغل الطموح كان شويه زايد ومن بعد وليت للرياليتي قلت بلي لازم الوقت ولكن ما نقصش الامكانيات تاع بن شيخه من احسن المدربين عبد الحق بن شيخه واحد من احسن المدربين على المستوى اللي فيه شوف كاين دي فوا شوف كاين دي فوا ديسيجن اللي تقلب لك دوك انت فريق شبيبه القبائل مع ضد موليه وهران كاين في ديسيجن تاع لافار هي اللي دخلت بدات الفريق في الشك ولا نحات لك منوع يعطيك الصحه جوستومون دونك بصح اون برينسيب انا طريور كيما بن شيخه دو با ايتر ميون كوز كالخو هاي ليكيب عندك عام في يدك ولا عامين لو بروجي سبورتيف justement حنا malheureusement par jamais de projet sportif قال لهم خويا prend les bonnes personnes واعطيو الوقت حنا با معليش حنا ناخذو en considération دعوا شي صرا لها غوارديولا لا بروميير اني واش ربح تاع بروميير لي كات بروميير اني تاعو لا بروميير اني نبقاو في البطوله تاع تكلمنا على شباب القبائل نفتحوا قوس فقط على وفاق صيف كذلك على ربما الضغط كذلك اللي يعيشوا وفاق صيف نفس الشيء فريق وفاق صيف اليوم تبدل براتيكمون كل شيء 95 بليتو 90 ولا 85% من الفريق كاع تبدل يلزم لك وقت كيلكو سوا يلزم لك وقت اليوم الناس راحوا تعداو على بير على كل حال لو فوت ماشي غادي يمشي خويا عندك الوقت الناس البعض عداو على بيرا والبعض ثاني خرجت في وسائل الاعلام قالوا لهم رانا واجدين باش نقبضوا مكان بيرا يعني كانوا يستناو واش تو كاين نقول لك ربي بعدنا على الفوتبول هذا وخلاص والله العظيم سانسيرمون نو باسكو سكي سباس والله غير سي با نورمال شوف اظن ملي الناس على جال دراهم وعلى جال زبل الدنيا هذايا الناس شفنا اليوم يديروا نيمبورتو كو سورتو مع لافينمون تاع لي ريزو سوسيو هذوما كاين الناس يحل 30 40 50 كونت بار لانتيمي دو دو الناس يخلصهم يدير لا كومبان يدير كذا دينيغري هذا واسي هذا جوزني انا من هنايا وشوف سي با نورمال سكي سباس صح كاين حاجه الشركه اللي وقفت مع هذا التصرف هذا يعني بتصريحات ولا بكوميونيكي هادو نظن انه بور اون فوا انا نشوف انه بعض المسؤولين شويه تكون عندهم عقلانيه وتكون عندهم تصرف مسؤوليه تمشي مع المسؤول الاول اللي هو بيرا المدرب تاعك ولا المدير الفني تاعك ما بقناش بزاف الوقت خلاص الوقت تاع البرنامج شكرا لك طارق شكرا لك باش اليوم شكرا لكل ما سمع في اعداد هذا البرنامج نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله الى اللقاء